بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم. 20 مارس 2021 ونحن في العاصمة السودانية الخرطوم، نلتقي أحد القيادات المهمة في مجال التعليم الأهلي. تعلمون أن التعليم هو الركن الركين لأي حياة، كل الحياة لابد لها من تعليم. أنا لا أريد أن أفصل ولا أريد أن أقدم، لكن أدع ضيفي يعرف نفسه ويعرف الفكرة وتفاصيلها. طيب، عيسى محمد الردي البشاري. عيسى محمد الردي البشاري، من أراد الآخرة عليه بالعلم، ومن أراد الدنيا عليه بالعلم، ومن أراد الآخرة والدنيا معا عليه بالعلم. الإمام الشافعي عندما تعلم ورجع إلى والدته وقال لها، قالت طرق الباب، قالت له بماذا جئت؟ قال لا، جئت بالعلم ثم الأدب. قالت لا، أرجع إلى معلمك يعلمك. فعندما رجع لمعلمه، طبعا متأكد أنه هو متمكن تماما، خلاه 3 أيام معه، قال لا أرجع، قال لا، جئت بالأدب ثم العلم. قدم الأدب على العلم. فنحن نأمل كل إنسان مسلم مغيم في الوطن وينتمي لكلمة لا إله إلا الله يتعلم. والإنسان إذا كان عرف أمور دينه كل أموره بتصير صحيح وده الاتجاه صحيح. الآن نحن في مدينة نيالة والغرى المجاور لها عندنا اتجاهنا في الآتي، أنه عملنا مدارس هي تاج الحافظين، لأنه أغلبية الناس هناك روحل ومزارعين وما كانوا بيهتموا بالتعليم. بعد ما سهلنا المهمة، تاج الحافظين بتقبل الطالب بترعاه رعاية تامة بداخلية مميزة، يمكن يكون العون بتاعها من بعض الدول، ومن الدول اللي ساهمت معنا كثير دولة تركيا، وأيضا جانا دعم من السعودية. الآن مدرسة تاج الحافظين الطالب في خلال 3 سنوات بيحفظ القرآن الكريم، بعد ذلك بينطلق بيمتحن طوالي للجامعة. بالنسبة للبداية بتاعت قبول الطلاب، تقول الطلاب من عمر كم؟ أول حاجة بنقبل طلاب من عمر خمسة وفوق، يعني لحد 8 بنقبل، لكن أكثر من كده ما بنقبل، لأنه بيجينا في مرحلة كده بيغيرنا سلوك الأطفال. فنقبل إحنا من 5 وما فوق لحد 8 بنقبله. ياخذ 3 سنة بيحفظ فيها القرآن من البغرة للناس وبتجويد وبتاع. عندنا حتى مع القرآن بيدرس أمور بعض الفقه، في فيديوهات موجودة في مشايخ متمكنين بيدرسوا فقه، يعني ما قرآن براوي، يدرسوا فقه وشريعة في نفس المحلة. نعم. بعد ما يتخرج هو، بعد ما ياخذ السنة ويمشي للجامعة، بعد ذلك بيختار مجال العوام تحت الشارع السوداني، بيختار المجال هو اللي عايزه. فالمجال نحن في المستقبل عايزين طبيب يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى حتى يبدأ عمليته، عايزين مهندس يصلي ويكبر يبدأ بيره في الحفر أو يخوض الأساس بتاع المبنى بتاعه، عايزين ضابط سواء كان في الجيش أو في الجمارك أو في كل الجهات الأمنية يفتي فتوى دينية في أي إنسان يتغلط معه حتى أنه عايز يدخل في حتة ضيقة أو يحاول يمرقه ويشيل فيه. عايزين احنا زول يعرف أمور دينه، لأنه بالدين بيتم الحياة بالنسبة للناس. ونحن همنا الأول والأخير نعلم أبناءنا، وكل مشاكل السودان بتنتهي بالتعليم. طيب، مدارس تاج الحافظين عندها كم مركز؟ الآن عندها 5 مراكز. الخمسة مراكز استوعبت كم عدد الطلاب؟ حوالي 2500. في مركز واحد للبنات فيه حوالي 250 طالبة. مركز للبنات عايزين برضو أمهات مربيات حافظات للقرآن، بمربيات أطفالهم تربية دينية. هل يعني خريجي تاج الحافظين وصلوا إلى المستوى الجامعي ولا لسه؟ نعم، الآن وصلوا المستوى الجامعي، لكن عندما وصلوا المجتمع الجامعي وصلوا من خلوة الطفل المسلم. يعني أنتوا تاج الحافظين لحد الآن تمشي لمرحلة ثانية مختلفة؟ مرحلة ثانية، احنا بندرسهم لحد يمتحنوا الإشهادة السودانية ناس من تاج الحافظين. بعد ذلك بيمشي أي زول بيختار مجال فيه، بيمشي أدبي طبعا، بيمشي مواد الجيال الأدبي والعلم، بيمشي الاتجاه العلمي. أنا في تقديري هذه مبادرة ممتازة، وبدورنا نناشد الأهالي والمنظمات المدنية ونناشد الحكومات الولائية أن تدعم مثل هذه المبادرات
مبادرة تاج الحافظين في أي مدينة هي؟ الآن في نيالة، المركز الرئيسي في نيالة. المركز الرئيسي في نيالة. هل في في خارج نيالة في بعض؟ نعم، في أم الغورة برضو في مركز باسمه خلوة الطفل المسلم اللي هي برضو تابعة لتاج الحافظين، وفي زي ثلاثة مراكز في اتجاهات مختلفة. في اتجاه حتفتح مركز في الضعين الأيام الجاية، وهمنا نمشي على كردفان. هم نمشي على كردفان بنعمم الفكرة، لأنه بيسهل لأهلنا نروح والأهل المزارعين بحاجات كثيرة جدا. يعني هم ما مستغرين المدرسة الحافظين فيها داخلية ملحقة بها. يعني همنا الأول والأخير بنستلم من أبو الطالب حاجة رمزية في البداية، بعدها بنكمل من الواجهات الخيرية. أنا نشدت من قبل اللابد من إعادة فتح الداخليات حتى تتاح فرصة التعليم لكافة أبناء السودان في كل مكان. نعم. خاصة أبناء الرحل. زمان كان هناك ما يعرف بالمدرسين الذين يعني يذهبون مع الرحل من مكان إلى آخر ويعلموهم إلى ذلك. لكن فكرة مدرسة مدارس تاج الحافظين هذه فكرة ونوى كويسة لأن يعيد أو تعاد مزلة التعليم، وإنه الفرص تتاح لكل الطلاب والطالبات وحتى نشق طريقهم، لأن التعليم هو المربط الأساسي في نجاح الإنسان واستقرار المجتمع. نعم، هو المخرج الأساسي بالنسبة بتاعه. يعني الآن المزارع والراعي في خلافات مستمرة بيناتهم، مجرد ما يكون في ناس متعلمين سواء كان من تاج الحافظين أو غيرهم، المسائل دي كلها بتزوب وبتزوب بالتعليم، لأنه العلم الشعر زي ما قال العلم يرفع بيت الله عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم. فأكيد أنت لو ناقشت زول متعلم فهمه بيتغير، حتى في تجارته، حتى في رعيه، حتى في زراعته بيكون مطور أكثر من أنه زول شغلة بتاعت الإنسان التقليدي أصلاً متعلم. نعم. أنا شاكر لهذا اللقاء الطيب، لكن حتما نلتقي. هل لك كلمة أخيرة؟ كل ما يهمني أن كل الإنسان سمع هذا الفيديو يهتم بمدارس تاج الحافظين، والآن العنوان موجود عند الدكتور وعندنا، فإن شاء الله كل ما وصلنا يوظف توظيف صحيح لهؤلاء الطلاب، ونأمل أنه بعد 4-5 سنوات لقدام ما يكون عندنا طالب في فاق التربوي على الإطلاق. كل من فقد التربية هناك يكون في داخل مدارس تاج الحافظين. شكرا جزيلا، أنا شاكر ومقدر لهذه الكلمة الطيبة، بدوري ناشد الجهات الخيرية والجهات الحكومية لدعم هذه المشروعات التعليمية الطيبة حتى يعني ينتقل الناس من الظلمات إلى النور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.